وهنتين وقربناك ايه بشوي انتي دوكسولوجيات ايه ربريبي وهنتين شاشني ايه بكو ايه فولنتين النوفيات اوش دوكساسي فيلا نثروبي ونرسل لك الى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران خطايانا الكثيرة المجد لك يا محب البشر. كلمة أوه تيجي بمعنى حرف الجر و انتين وقرب كلمة من مقطعين انتين بمعنى لكي نحن أخذناها قبل كده وقرب بمعنى نرسل. ايه إبشوي كلمة من مقطعين بمعنى إلى العلو. ايه يعني إلى إبشوي يعني العلو دي اللي جت منها كلمة بشوي يعني السامي أو العالي. تي زوكسولوجية تي دي أداة التعريف للمفرد المؤنث وزوكسولوجية دي كلمة يوناني بمعنى تمجيد فتبقى التمجيد. ايه إبكو إيفول كلمة معناها الغفران لكن لما نفهمها بالإبطي تدي معنى حركي بيوضح لك الفعل نفسه. ايه يعني بي اب بمعنى ال كو بمعنى ترك ايه يعني الى فول خارج فبنقول له لكي نفوز بانك تترك لنا خطايانا الكثيره الى خارج كاننا بنطلب من ربنا وبنفكره بوعده بانه يطرح خطايانا في بحر النسيان. واخر كلمه عندنا هي فيلا نثروبي بمعنى محب البشر ودي كلمه يوناني. أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة رؤيا 4:11. قيل لي أنه حسن بل لائق أن أرسل لك التمجيد يا رب ولكن كيف؟ ها الكنيسة تعلمني أنه بالتسبيح أمجدك وأكرم اسمك القدوس وفي تسبيح الصاعد لك إلى فوق حيث عرشك ومجدك الإلهي أطلب أن أفوز بأن تغفر لي خطاياي بل أن تشفيني منها وتتركها إلى خارج ولا تعود تذكرها لي. وحينما أبعد عن الخطية وأختبر عملك الإلهي في حياتي ويضيء عقلي وأصبح نورا لمن هم حولي فيروا في الإنسان الجديد وأعماله الحسنة فيمجدوك أنت يا رب لأنهم رأوا عملك العجيب فيا فأنت تستحق كل مجد وكرامة يا محب البشر الصالح. آمين.